الكولي ديزانفكتي تولنا درت الكول في الشيفون مع الماء وكل شيء مجلي بيان ديزانفكتي غادي نشفو ونوريكم شنو فيه المهم البنات ها هو الكولي ديالي حليتو غادي ان شاء الله غنجبد ساشي باغ ساشي ونرش عليهم صوم على الكول جلي ديزانفكت. السلام عليكم البنات جيسبر كو فوزالي بيان كيف ما شفتوا اليوم ان شاء الله غادي يكون اول يعني غنشارك معكم المشتريات ديالي من الموقع مودانيسا كومونديت كو دي شال هاد المره دي شال اي دي اكسسوار راكم عارفين بوني اكسسوار اي تو ديال الحجاب المهم كو دي حجاب صراحه لا كاليتي ديالهم واعره حيت حيدت لي زومبالاج درتهم هنايا حيدت دوك لي ساشي باش نيفيتي التخرشيش في الفيديو وكلشي واصلا بغيت نحيدهم عليا نرميهم ما بغيتش نكارديهم دونك درتهم هنايا في هذا الباني غادي نوريكم ان شاء الله كل شيء بقاو معايا المهم البنات غادي نبدا باول حاجه هي لي اكسسوار اول اكسسوار هو هذا الشوشو هذا الاستيك صراحه زوين بزاف هذا باش يعطي فوليوم لور الشال عجبني فريمون كبير ومطلوق يعني تلعبوا به كيف ما بغيتوا فوالا وثاني هو هذا البوني على شكل كاغول هو صراحه فريمون كبير ومطلوق وزوين ورطب وانا هاد لاكاليتي كتحمقني لي بوني ديالهم صراحه واعرين من القدام لي سامبل وكيف ما كتشوفوا ابيض وهانتوما الاستيك دو تو لي كوتي ولا كاليتي فريمون توب ثالث هو هذا اللي حمقني صراحه فاش حليته عجبني بزاف شوفوا كيفاش داير واحد لاكاليتي انكرويابل ورقيق ورطيطب بحال ما دايرينوش هكذا من القدام لا كولور خلاص انا تنموت على البيج لي كولور نيود كلهم تيعجبوني من اللور داير بحال هكا فيه شبكه هاد الشبكه هادي بوغ لو فوليوم وفيه هاد الخيوطه باش كيتسدوا تزيروه على حساب الراس ديالكم المهم تيجي بحال هكذا من اللور ومن القدام سامبل فريمون واعر في الاول جاني غالي قلت بوغ ان بوني 14.99 يعني 50 درهم جاني غالي ولكن فريمون صراحة يستحق الثمن ديالو زوين بزاف بالنسبة لو سيت غادي نحط لكم يعني لو سيت ديال مودانيسا غنحاول نحط لكم لي ليان ديال هاد لي زارتيكل كاملين نحاول نقلب عليهم ونحطهم لكم ان شاء الله في لاباغ دانفو هذا اول شال جيرزي هادوك اللي كيكونوا قطن وإلاستيك صراحة عجبني بزاف فريمون زوين لا كولور خلاص زوينه القياس ديالو هانتوما زوين ما صغيرش وطويل تاني شال البنات هو هذا على موسلين وكيف ما كتشوفوا الجهه القصيره هي اللي فيها البونتير ابري عندكم هاد الباندا هادي اللي كتجي حتى هي القدام كروازي وفيها هاد الخيوط باش كتحزم اللور صراحه هذا زوين بزاف لو ستيل ديالو عجبني والجهه اللي طويله كلها لا موسلين يعني ما فيها حتى شي حاجه وكبير براتيك وفي نفس الوقت كيعطي شكل زوين بزاف غادي نبدا دابا بلي كريب احسن من لا موسلين لا موسلين كتكون رقيقه بزاف الوغ كو الكريب كيكون شاد راسو غنقول لكم عاوتاني لا كاليتي او توب وثاني كريب هو هذا نفس لا مارك ونفس لا كاليتي هذا لو فير كاكي صراحه كيف ما شفتو في لو سيت زوين بزاف وكيجي مع بزاف ديال الحوايج وثالث هو هذا هانتوما شوفوا لا كولور صراحه غير شفتها قلت هذا غناخذو عجبني صراحه عجبني اللون انتر لو فيولي اي لو بلو سورتو في الصيف غيجي زوين مع البيض اولا مع الجين فوتا هو كريب يعني نفس لا كاليتي د الاخرين اي جو كرو ميم نفس لا مارك لونو زوين بزاف واعر كنت خايفه شويه من لا كولور مي صدقات زوينه وهذا حتى هو شال في الكحل فيه لا دونتيل داير كله بلا دونتيل وكبير كبير كبير بزاف بالنسبه للبنات اللي كيبغيو الشيلان كبار واخا كيبان لكم ترونسبارون راكم عارفين يعني اون فوا غادي تدوروه ما غيبقاش ترونسبارون سورتو الكحل اللي با مال مي فيو كيفاش كبير وهذا جبان لي المهم جاني انا شويه سخون بوغ ليتي يعني جاني بلوس بوغ ليفير حيت كبير و التوب ديالو جاني شويه سخون و ساشون كو هذا ما خديتوش غالي هذا خديته ب 5 اورو يمكن 50 درهم ومن بعد غادي ندوز بقاو جوج هذا وواحد اخر لي باشمينا اللي هما معروفين بزاف هاد اللون كيف ما كتشوفوا سي ان غري توب وصراحه انا فاش شفته في السيت مهم ردوا بالكم بوغ لي كولور بالنسبه لهاد لي باشمينا هذا شفته في الغري فريمون غري
غري كلير، ولكن وصلني هذا اللون اللي هو ان غري توب، غري كي فا فيغ لو بيج. سا مديرونج با، تا هو عجبني، ولكن ماشي اللون اللي شفت في لو سيت فيهم هاد لافرانش هادي، غير في الجناب، اما من القدام داير بحال هكذا، يعني اما غيدير هكا اما يتستوى. وصراحه الكاليتي ديالهم زوينه بزاف، مطلوقين وخفاف، يداروا يعني في الصيف ولا في البرد بحال بحال. كيديروا لهم بروموسيون بزاف هاد لي باشمينا، 1.99 باش خديتهم، يعني 20 درهم. هانتوما حتى لاطاي ديالو راه كبيره بزاف. اخر واحد هو هذا اللي حتى هو باشمينا، حتى هو ب 1.99، ونفس القياس نفس كل شيء ونفس المشكل. اللون ماشي هو هذا، انا كاع اللي شفت واللي كومونديت، انا كومونديت روز، كومونديتو روز فريمون، داك لو روز كلير، روز ان بو جولد اون بلوس. ايوا وصلني هذا ما عرفتش هذا اللون، بحال انا جاتني ديك لا كولور غويي بحال سومون. مهم با مال، حتى هو عجبني ماشي مشكل، ولكن راه ماشي هو اللون اللي انا كومونديت. انتما ما عرفتش واش غادي يبان لكم، الا درت له هكا غيبان لكم اللون اكثر. فوالا، وكاين انا اللي كومونديتو كيف ما قلت لكم كان غوز. فوالا البنات، الباني اخوا، هادشي اللي كومونديت، ونتمنى تكون لا فيديو عجبتكم، وما نكرهش تعطوني الراي ديالكم وتقولوا لي كيف جاكم هادشي اللي خديت، وتشاركوا معنا التجربه ديالكم، وتخليوا لي الاقتراحات ديالكم. ما تنساوش لايك الا عجبكم الفيديو باش تشجعوني ان شاء الله. والفيديو الجاي كنظن غادي يكون اول شيئين، حيت جي باسي دو كوموند شيئين، كنتسناهم يوصلوني ان شاء الله، غير يوصلوني غادي نشاركهم معكم. دونك ريستي كونيكتي، تابوناو ولا ماكنتوش ابوني باش يوصلكم كل جديد، وخليت لكم الراحه. السلام عليكم.